بطل هاي اللعبة هو أمين المكتبة. وات شيني هاد؟ شيني هاد؟ وات؟ عنده شنقن هنو. يا شيخ شوفوا الهيبة، شوفوا النظارات. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ اهلا بكم قناه العاب خنفشاري وراكي جيمر. اهلا بكم بالحلقه رقم 24 من اللعبه الجميله، اللعبه الاسطوريه تونيك. ان شاء الله بحلقه اليوم المفروض احنا نخلص اللعبه، ما بقى شيء كلش، يعني ما بقى اي شيء على اللعبه. اوكي، بس اكو بعض الاشياء راح اروح، يعني شلون اللي عجبته اللعبه ولو بشكل قليل، اللي مختم اللعبه راح تفاجئ هاي الحلقات، هاي الحلقه والجايه، واحتمال بعد يعني ورا هاي الحلقه بعد حلقتين احتمال. فاول منطقه راح تفاجئكم اوكي من المناطق السريه، راح تشوفون عمق بهاي اللعبه اوكي بهاي الحلقات الجايه، لان المفروض هسه مخلص اللعبه انا. اوه ياب يا اخي، من البداية اكو منطق سري. اجل وات شنو اجل؟ الو ما جاي يشوف شي هنا. اجل شنو اجل حب؟ الو يا اخي لا تخبلني. ما صندوق او فرد، لازم اسوي فرد شي قبل لا اوصل هنا. احتمال جاي يسالني، قلت جاي تسوي هنا انت، ما المفروض تتواجد هنا. هنا أنا. واحد من الكنوز يقول لك ابقى 60 ثانية دون ما اسوي اي شيء. وات، مرة ثانية ما صار شيء، ما ادري ايش السالفة. ما ضبطت هنا انا. شوف غير كنز. طبعا هسه انا بالنهار اوكي. فهسه ما اقدر اروح عند الكاتدرائية لو تشوفون. يب 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 يب. اذا رحت من هاي الجهة ما راح اقدر انزل من هنا. الطريق الصحيح خلينا نقول انزل منا، ان شاء الله تضبط منا، ان شاء الله تضبط 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 تضبط. اه ممتاز ممتاز. هسه احنا راح نروح للكاتدرائية بالنهار، ذيك المرة رحنا لها بالليل اوكي. شوفوا البطل، اقول لكم شغلة، يعني البطل مو انا، البطل بطل هاي اللعبة، بطل هاي اللعبة هو الأمين المكتبة اللي خذ هذا الشيء الموجود هنا أنا. أعتقد لا بالله أمين المكتبة راح شو اسمه المقلع أوكي، المكان اللي ينقبون به، وخذ نفس هذا التابوت الأسود. هو تابوت هذا ترى أوكي، ولما يجي هنا أنا يعني شلون كان يحل الوضع ويحل هذا العالم وشين الكارثة اللي جاي يصير. فهو البطل، يعني كان يبحث ويدور اوكي. هنا بقى يجي وصل هذه الطاقة الى هذا الشيء اوكي، وصل الطاقة لليمنى. هاي كلها على المود شلون يريد يحصل على هاي قدرة الداش. هاي قدرة الداش يحتاج، يعني هو لور، يعني لور للعبة. اوه سكوت وات شيني هاد؟ شيني هاد؟ وات؟ عنده شنقن هنو، عنده شنقن. لوك 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 لوك. وات؟ شنو العدو الجديد؟ وات ذا هيل، ويعور هذا. وبلع وبلع. دم دم قويين، يعني يتحملون دق. اوكي يتحملون دق. نقعد هنا. هسه شلون اتعدى هاي المنطقة؟ شوفوا سادين المنطقة، سادينها هاي. أمين المكتبة ما يقدر يعبر يعني. اوكي. اها يا اخي شنو هذا؟ كل شوي يرجع شنو؟ اوه منا منا. اوكي منا. يا اخي اسكت. اوش منا. لا يا اخي اسكت اسكت. يابا منا. ممتاز. ممتاز، تعدينا اول عقبه. ذولي مزعجيني شويه اوكي.
بس ذولي اقل ازعاج اللي انا هسه انا بكامل قوتي اقدر اواجههم يعني. وفريد شيواو اوكي. اوه مخيفين يا اخي. بس هذا شوف طقتين طقتين قتلته يعني كل شيء مسدود ما جاي يسمحون لي بان اتعدى. شوف شوف بس لا 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 يا بنايس. اوه بالمختصر ما تقدر توصل للكاتدرائية الا باستخدام الداش والا اذا فتحت هذا الاختصار من قبل. هنا كان اكو صندوق بس ظلمة الدنيا كيش ما اشوف. هسه اقدر اخذ هذا الصندوق اوكي. ترى هاي لها معنى لها ترجمة اوكي. هذا الصوت ممتاز ممتاز ممتاز. هسه نحاول نرجع. طبعا انا بداية الحلقة اوكي كان عندي اربع كنوز حصلت وحدة هسه من الكاتدرائية ووحدة المفروض اظل دقيقة كاملة بالماي بس ما جاي يضبط. هسه بعد وحدة اللي هنا يقول لك حدر يسرى يسرى فوق فوق يمنى يمنى يسرى حدر يمنى فوق حدر. يب هذا واحد من الكنوز اوكي. هاي لها معنى ترى. هاي هذا الصوت بالضبط له معنى. عندك هذا الصوت الموسيقى بعد همين كنز يقول لك فوق حدر يمنى حدر فوق حدر يمنى فوق حدر يسرى فوق حدر يسرى يمنى حدر يسرى يمنى فوق. يب نايس 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 اوكي. يب بقى بس كنز واحد ما اقدر احصله اللي هو مالت الماي. اكو ملابس اوكي ملابس التونيك موجودات بالسوق. شوفوا هذا الملابس اللي لونها اخضر شلون هسه الشخصيه لابستها. بس طبعا بيها نمط يقول لك فوق 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 يسرى فوق يسرى فوق يمنى فوق يسرى فوق يمنى فوق يسرى فوق يمنى فوق يمنى حدر يمنى حدر يسرى حدر يمنى حدر يسرى حدر يمنى حدر يسرى حدر يسرى. شوفوا نظارة نايس 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 نايس. هسه غير لونها اريدها اسود بس اريد هي لونها نفس لون الرباط اوكي نفس هاي اللي على رقبته فنايس نايس. بعد اكو فرد كود اوكي. اكو فرد كود اللي هو موجود يعني اللعبة او الاستوديو اللي سوى اللعبة ارسل لبعض الناس بعض اليوتيوبرز المراجعين اليوتيوبرز بالضبط ارسل لهم النسخة الفيزيائية من اللعبة اوكي اول يوم صدور لها ويا كل نسخة اشياء اوكي. واحدة من الاشياء جزء من اللغز. كل واحد عنده جزء من اللغز لما تدمج القطع اللغز هذني كلهن يطلع لك هذا النمط. فوق يمنى فوق يسرى فوق يمنى حدر يمنى يمنى فوق يمنى حدر يسرى حدر يمنى حدر. شوف الراس شوف الراس. هلا هلا هذا حلو عندكم يعني ما ادري انا ما عجبني صراحة بس يقول لك هذا فرشي اذا تريده موجود ترى. شوف راسه ما ياثر بالجيم بلاي يعني بس احسه غبي هذا الشيء. فاذا تريدون تشيلونه بس عيدوا كتبوها مره ثانيه. فوق يمنى فوق يسرى فوق يمنى حدر يمنى يمنى فوق يمنى حدر يسرى حدر يمنى حدر. اوه رجع نايس ممتاز ممتاز. لابد اكو لغز لغزين انا ناسيهن او نمط نمطين صندوق نايس نايس. هذا شلون نغيره او حلوه يعني حمراء ادري احس اسود احلى. لا 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 بنفسجيه لا
اريدها سودا النظارة يا اخي. لا نحولها سودا. لا نحولها سودا. اوكي نحولها سودا. وردي لا ابد. بيضة ما. او هذا اللون. هذا الاسود الوحيد. اريد اسود. يا شيخ يا شيخ. شوفوا الهيبة. شوفوا النظارات يا رجل. نايس ممتاز. قل لك يا ابو شباب فوق يسرى حدر يمنى. حدر يسرى فوق يسرى حدر يمنى. حدر يسرى فوق يمنى. حدر يسرى حدر يمنى. يمنى فوق يمنى. حدر يسرى حدر. 1 2 3 4 5. اوه يا بضبطت. ما ادري هذا الشيء موجود يعني. اقول لك اذا تريد بانه يحتضن الدميه مالته. اوكي اذا دخلت هنا انا اشوف شكو. اوه ممتاز. هذا شنو هذا؟ شنو لاحظتوا شيء هسه؟ ما جاي الاحظ اي شيء. حب ما جاي الاحظ شيء. حب اها القدله مالته. الشعر الياب القدله مالته تسريحه. اوكي اكفرت شيء هنا. اكفرت شيء تفوانا. وين النار؟ ما عندي نار. لا اله الا الله ما عندي نار. اريد نار هسه. محتاج النار. اوكي هذا البياع هنا. طبعا البياعين موجودين بالخريطه لو تريدون تدورون عليهم. اوكي شوفوا هاي الخريطه. شوفوا هاي النقطتين زرق يم الشجره الورديه يم التمثال. هذا يعني بياع هنا. هنا وين هنا يعني بياع. وين الطاحونه؟ اي وين انا كنت نقطتين الزرق ذني كان اكو شبح يعني. يعني اكو بياع هنا همي. انا اكو بياع بس ما يبيع لنا شيء بهذا التمثال. يابا بكل خريطه تقدرون تلاحظون اكو بياع يعني. مثلا خلي نشوف لكم واحد ثاني بعد. شوفوا هذا مثلا. اوكي نقطتين الزرق هذا بياع. اوكي هاي النار. بوم بوم بوم. ما نسوي رول. اوكي ما نسوي داش. شلونكم شباب؟ اخباركم؟ طبعا لعبة عميقة بشكل يعني يوف عميقة لدرجة انا دايخ. شلون اوصل لكم الالغاز اللي لقيتهم؟ اوكي باي ترتيب يعني. نايس يلا توفى. احتمال. اوكي هسه لو نرجع هنا لا ما ضبط. خلينا نجرب مره ثانيه. احتمال حدثوا اللعبه ف ما يضبط. احتمال مستحيل يضبط. مات. نشوف احتمال ضبط ولا ما ضبط يا اخي. مرات يضبط. هذا جلتش فلوس لا نهائيه. يطيح الشبح يطيح او الجثه انت تتوفى هنا. خلينا نجرب اخر مره. هالنوبه شو اسمه هالنوبه؟ كل شوي ارجع اخذ الجثه عادي او الشبح. يعني الشبح ما يختفي حتى لو خذيته. ايش بالمختصر يعني. بس لازم تكون بالمكان المضبوط. اوكي هاي اذا ما سووا تحديث للعبه وشالوا هذا الجلتش. احتمال كبير ما ضبط. عادي يعني. ما ضبط يب ما ضبط. بس هذا الجلتش يعني الموجود هنا. هسه نروح نشوف الكنوز. طبعا بقالي كنز واحد ما جبته للاسف. ان شاء الله بالحلقه الجايه يمكن اجيب لكم اياه. ياب كل الكنوز ما عدا هذا الكنز اللي هنا. خلنا ندخل هسه ونشوف شني السر هنا. ياب دوخه شوي دوخه. ياب انا دخلت منا. لا دخلت منا انا. سدولن وات هيل. شني هاي هاي بكل اختصار اكو بكل منطقة بكل لمبة من هذا النيل اللي قدامي هسه اكو فرد كلمة او حرف. اي كلمة. اوكي
وكل ما ادورن تطلع هنا كلمة بس مو واضحة ابد، ما ادري شلون شافوها. اوكي كلمة كلمة كلمة، لما يدمجون الكلمات ذني كلهن. اوكي لما يدمجون ذني الكلمات او لما يترجمونهن، تقولون شلون يترجمهن باستخدام هاي الصفحة تشوفونها. هاي الصفحة تعلمك شلون تترجم الكلمات. فمجموع الترجمة او الكلمات اوكي اذا ترجمها للانجليزي شي يطلع عنه، يطلع عنه هذا السطر: Do you fear the eyes of the far shore.co. اذا هذا موقع او ترجمته يعني هل تخاف من اعين الاعين من الساحل البعيد اوكي .co. لما تدخل على جوجل وتكتب هذا السطر راح يطلع لك فرد موقع، هذا الموقع هو نفس هذا اللي راح طلع لكم اياه. ياب كريبي أدري يعني فرد شكل غريب أوكي وأصوات غريبة كريبي. بس لما تنزل هذا الصوت عندك على الحاسبة وتفتح ملفاته شنو راح يطلع مكتوب؟ راح يطلع مكتوب Thank you for playing، شكرا للعبكم اللعبة أوكي. بس الصوت لما نمده أو يعني شلون نروح على اعداداته ونرفع الهرتزي او هيتشي او نبطئ راح تطلع كتابة مكتوبة على خفيف على الموسيقى. شنو مكتوب؟ مكتوب We are the eyes of the far shore، نحن الاعين التي في الساحل البعيد او هيتشي، ما ادري اذا ترجمتي غلط او صحيح. بس يعني هذا يفتح لنا باب خلينا نقول الى نظريات او الى الغاز جديدة. يعني شلون اكو الاصوات الهن ترجمه؟ مثلا خلي راويكم صوت لما اشتري شيء من ال اشتري شيء من البياع يطلع هذا الصوت مكتوب. يعني شلون هو صوت يعني باي؟ اذا فرشي مجاني اللي هي الصفحه خذيتها ببلاش طلع صوت مختلف يعني فري. اكو هواي شغلات ينطبق علينا هذا الحكي، مثلا الفيريز. اصلا انا حتى لما ابحث عن الفيري هسه اوكي ينقل فوق يسرى فوق يمنى حدر يمنى على الصوت، هذا الصوت يترجم الى شيني؟ يترجم الى نوب نو في فولدز اوف لوكال throat hair. يعني لا يوجد اي اثار لوجود اي فيري موجودة هنا. اذا دست وكان اكو فيري يطلع صوت مختلف شني؟ يقول لك من هذا الطريق ايها الثعلب الصديق اوكي من هذا الطريق. بعض الفيريز هم هو اكثر اللي يحجون اثناء يعني يحجون بالاصوات صوتيا هم الفيريز. فعلى مود جاي اعطيكم امثله على الفيريز. مثلا هاي الفيريز شو تقول سي يو ات ذا فول، اراك عند الملتقى. او هاي الفيري عند هاي المنطقه اللي تدوخ واو ها 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 اوكي. عندك بهاي بالكاتدرائيه او بالمكتبه العظيمه يو فايند مي ياي لقد وجدتني اوه اوكي. مثلا هاي
بالبرج اللي لازم ادور حتى احل اللغز ماله. كيف الحال ايها الثعلب الصغير؟ اوكي، او هاي المنطقة قدام البوس الاول. اين اصدقائي موجودين؟ اوكي، اثناء الموسيقى، يعني هذا اثناء الحكي، هذا يعني هاي اللعبة بيها عمق. شلون عمق؟ يعني بيها اشياء احتمال كبير تتفوتك، بس هم خالينها. هي يعني هو هذا معنى العمق بالالعاب. عندك بهاي المنطقة يم الصديق او العدو اللي يتحرك وتلازم تطبق حركاته، يقول لك هاي رون سيكر. اوكي، رون سيكر يعني الباحث او المغامر، يمكن ما ادري. عندك بهاي المنطقة يقول لك شكرا لك لانك وجدتني. اوكي، وبهاي المنطقة عند الكيوب المكعب اللي يدور يقول لك فاينالي فريند فريدوم. اوكي، واخيرا الحرية. بس اكثر فيري حكي طويل كلش، اللي هي هاي الفيري الموجودة هنا بهذا الصندوق. اوكي، اللي هي موجودة بهذا الصندوق بالذات، هذا لما تحل اللغز يطلع لك هذا الصندوق. شنو قالت بهذا لما طلعت؟ قالت اوه يا لها من رحلة الى هنا. انا امزح، سعيد حقا بالخروج من هذا الصندوق الصغير البارد والانتقال الى هذا الكهف البارد الرطب. يعني شلون هاي جاي تشتكي؟ خلي نقول يا لها من ترقي. انا امزح، ولكن على محمل الجد، اذا رأيت اندرو هناك اخبره ان يتوقف عن وضعي في هذا الصندوق. اندرو منو؟ اندرو فرد واحد، هسه بعد شيء اقول لكم منو هو. لا حقا، انت فتاة جيد، حظا موفقا مع الوريث، او ينبغي ان اقول اوبس انه حرق، انتبه. هاها، لكن لا اعني ذلك، قم بتشكيل طريقتك الخاصة، الذهبي او لي او غير الذهبي، والا في كلتا الحالتين وفي كلتا الحالتين سأعود إلى الصندوق، أليس كذلك يا شيخ؟ أندرو منو؟ أندرو هو واحد من المطورين مسؤول عن وضع شوفوا هذه صورته. أوكي، أندرو شول دايس أو أندرو دايس اسمه. أوكي، هذا مسؤول عن وضع الجنيات أو وضع الأشياء داخل الصناديق، وضع الكنوز، وضع الأشياء. فهي شلون جاي تقول لا تخليني بهذا الصندوق؟ اذا شفت اندرو برا قل له لا يرجعني للصندوق. طبعا هذا شنو معناتها الحكي؟ معناتها هلا احرق عليكم، ما ادري صراحه. اها، اسكت، خل ما يموتون. لا يا اخي، ياب نايس. ياب، بالمختصر تقول انت هل احرق؟ لا ما احرق. خلنا احرقها لما نخلص. يب، بعدين افسر لكم شنو معناتها. طريقك ذهبي او ليس كذلك، بكل الاحوال انا راح ارجع للصندوق. هذا الها معنى. اوكي يا اخي، الها معنى باللعبة بيها هواي سوالف، هواي يعني شغلات عميقة كلش. لازم ترجم الكتابة بعد ما تجمع الكنوز، تجمع 6 كنوز يكفي بأنه تفتح هذا المخرج. أوكي، ورا ما تجمع 6 كنوز مخفيات بشكل ممتاز راح يوصلك على برج، هذا البرج بكتابة باللغة التونيكية. أوكي، لازم تروح الترجمة، يطلع لك سطر تكتبه بجوجل ويطلع موقع غريب. أوكي، تجيب الموسيقى، ترفع الهرتزية، ما ادري شو تسوي، تطلع كتاب. وشو تزديس يا اخي، العمق مو طبيعي. بالحلقة الجاية همنا اكو يعني يعني مفاجأة كبيرة لكم، احتمال كبير تكون مفاجأة. فا اوكي شباب، اللي هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اذا عجبتكم الحلقة لا تنسونا باللايك والاشتراك، واذا عندكم شي تقولون او لعبة تريدون العبها كتبوا لنا في التعليقات. نشوفكم باكر الساعة 7 بالليل. اوكي، يلا باي.